بغيتي تكون ناجح في حياتك، اعطيني ودنك واسمع هاد الهضره مزيان. خاص الهدف ديالك يكون اسمى من الوجع ديالك والالم ديالك. غتقول لي كيفاش عدنان؟ الا ما عندكمش الامكانيات، ولا الا مولود في حي شعبي ولونطوراج ديالك ماشي هو هذاك، حاول تخرج من داك القوقعه وجعل الهدف ديالك يعطيك الموتيفاسيون باش يدفعك وتوصل لداك البلاصه اللي باغي توصل ليها برغم التحديات. وجعل الطموح ديالك يكون اقوى من اي تحديات واي عراقيل اللي تقدر تواجههم، لان في الحياه كنطيحوا ونوضوا وخاصنا ملي نطيحوا ونوضوا بالزربه ماشي نبقاو جالسين لتحت كنبكيو لان الوقت كيدوز بالزربه. ثقوا بيا الاخوه، الا طبقتيو هاد الهضره اللي كنقول لكم في حياتكم غتوصلوا لاي حاجه بغيتوا توصلوا ليها، لان the sky is the limit. good luck to you all، والله يسهل على الجميع.